نداء إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل قلب يخفق حبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى كل مهجة تتحرك شوقا إليه، إلى كل مسلم يعلم أن الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أخرجنا من دياجير الظلمات وإلا لكنا فحما في نار جهنم، إلى كل مسلم يقول من أعماق قلبي فدا لرسول الله نفسي، فدا لأنفاسه أبي وأمي. كلنا اليوم فداه واسمع نبض قلوب يبلغ الكون صداه، حارقوه يا عداه. إن هذه الأفعال برهان قاطع على أنها حرب صليبية، حارقوه يا عداه. كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. عباد الله، بلد هناك، بلد هناك في أوروبا يسمى بالدنمارك، بيننا وبينهم سفارات وتجارة ومبادلات، وبيننا وبينهم عهود ومواثيق. لا أذيناهم ولا استعذيناهم، لا من قريب ولا من بعيد، لكن ملة الكفر واحدة، ملئت قلوبهم حسدا وغلا على المسلمين، وربنا أعلم بذلك وقد أخبرنا عنهم وكشف خباياهم وأسرارهم. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سمعوهم كما سمع العالم كله عن الإهانات التي تقدم للمسلمين، ورأوا ردود الفعل لا تليق بمن عندهم عزة وكرامة. سمعوا عن فلسطيننا وأقصانا وكيف خذلنا أطفال الحجارة. سمعوا أننا خذلنا العفيفات في البوسنة والشيشان. سمعوا عن تطاول الصليبيين الأمريكان على ثرواتنا وأعراضنا في العراق. بل داسوا قرآننا وأهانوه، وما سمعوا منا إلا شجب واستنكار كما هي عادتنا. سمعوا اليهود يرددون ويقولون عنا: محمد مات وخلف بنات. سمعوا اليهود يرددون عنا ويقولون: محمد مات وخلف بنات. فأرادوا أن يأخذوا نصيبهم من القصعة التي تداعت عليها الأمم لما قذف الوهن في قلوبنا، فطعنونا طعنة أخرى في الصميم. وفي من؟ في سيد ولد آدم، في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. طعنونا في الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. وليسوا هم بأول من فعل ذلك، فلقد سبقهم من سبقهم ولم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعاذ بن عفراء. تطاولوا لأنهم لم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعاذ بن عفراء أبناء السادسة عشر، اللذين خرجا يوم بدر بحثا عن أبي جهل
فلما صفت الصفوف يقول عبد الرحمن بن عوف: فإذا أنا بين صبية صغار فضاق صدري لأني أردت رجالا يحمون ظهري. فلما تكلم علمت أنهما من أرجل الرجال. قال: يا عم أين أبو جهل؟ قلت: وماذا تريدان منه؟ قال: سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فماذا تفعلان إن عرفتما؟ قلت: فماذا تفعلان إن عرفتما؟ قال بنبرة المحب الصادق الشجاع: والله إن رأيناه لا يفارق سوادنا سواده، والله إن رأيناه والله لا يفارق سوادنا سواده، والله لا نجونا إن نجا. فلما ظهر له أنهما صادقين أخبرهما بمكانه، فانطلقا إليه كالسهم وخرق الصفوف وابتدروه بأسيافهما حتى أردوه قتيلا ورجعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. كان البشرى كل يقول: أنا قتلت عدو الله، فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ من الذي أغاظهم؟ ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب، يقولون نحن والآخر لا تستعدونهم، لا تطلبوا عداوتهم، فما الذي فعلنا؟ أغاظهم؟ زيادة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، رغم كل الاتهامات الباطلة التي اتهموا بها الإسلام والمسلمين، هم أغاظهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت قادرة على رد اعتداءاتهم وإفساد مخططاتهم، رغم مكر الليل والنهار من الداخل والخارج، رغم الخيانات ورغم كثرة العملاء الذين يعملون من أجلهم. أغاظهم المقاومة الجهادية الشرسة التي تفاجأوا بها في عراقنا، تناسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين، وأن الشهادة في سبيل الله أغلى أمنية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. تناسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين. يقول علي: إذا حمى الوطيس لذنا بظهره صلى الله عليه وسلم يدفع عنا الرجال. علمنا أن الشهادة في سبيل الله أغلى أمنيات الصادقين. يقول هو بأبي وأمي: وددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. ومحمد كان أمير الرج يقود الفوج لنصرتنا، إن اسم محمد الهادي روح الآمال لأمتنا. أغاظهم رجوع آلاف الشباب في كل البقاع والبلاد وتمسكهم بهدي نبيهم، رغم سمومهم عبر شاشاتهم وقنواتهم التي أوجدوها لإفساد أخلاق الشباب وتدمير روح الفضيلة في المجتمعات المسلمة. يا ويحهم يا ويحهم، ما دروا أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أغاظهم والله أصحاب اللحى والثياب القصيرة وأصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الزكية الشم الأباة الذين يسيرون على خطى سيد المرسلين. أغاظهم أن كثيرا من الدنماركيين أعلنوا إسلامهم واتخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لهم، فباعتراف كل العالم الإسلام أكثر الأديان انتشارا في الأرض، الإسلام أكثر الأديان انتشارا في الأرض، ولا عجب، فهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. أغاظهم أنه رغم حملتهم الشرسة على نساء المسلمين ونساء هذا البلد خاصة، أن نساءنا وفتياتنا يا بين الانحلال والفساد والضياع. أغاظهم أن الحجاب لبس حتى في بلادهم، فأعلنت فرنسا حربها ضد الحجاب. أما علم أولئك أما علم أولئك وعملاؤه أن نساءنا هن حفيدات خديجة وعائشة وسمية وأم عمارة، وأن نساءنا يبدين رسولهن بأرواحهن قبل الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، يوم أن انقلبت الموازين وفر من فر، ثبتت كوكبة مع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم امرأة ضعيفة، ثبتت امرأة يا رجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التفت يمنه أم عمارة تدود عني، التفت يسره
أم عمارة تذود عني؟ أقول يا أم عمارة، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم عمارة، يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ سليني، تمني يا أم عمارة. قالت: نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال لها: أنتم رفقائي في الجنة، لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كن